مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو الأول ديال هشام اللي تحرق ليه المنزل بسبب البوطة، والفيديو الثاني ديال مرته اللي تلاحت من الدوزيام، مشاهدينا الكرام، أول ظهور الأم ديال هشام. حتى هي كتعيش معاه في هذا المنزل، كدير التجارة الحرة البسيطة على قد الحال، مشاو ليها فلوسها، مشا ليها كل شيء. تبعوا معايا. كتبكي أمي، قولي لي اللي بغيتي، قولي لي داكشي اللي كاين، قولي لي. أنا داك يا وليدي كنبيع ونشري، عادي رزيق جامعه، أنا عادي رزيق جامعه باش باغا نكري ونخلص الكراو في ليسات العيد. شعلت العافية دات ليا كل شيء، دابا ملي شعلت البوطة فيها العافية مرت ولدي كتعيط على عباد الله يعتقوها حتى واحد معتقة. دري غامر دار وليدو في عشاء قاشو سوق وخرجو شدت فيه العافية كترمس كانت ليه وجهو كامل. المرة تلاحت من الشرجم كيقولوا لي البوليس تلاحي تلاحي، داروا لها مانطة تلاحت. واليوم أنا اللي كنبيع ونشري كدايرة جوج كرارس، داتهم ليا القايدة. ملي داتهم ليا القايدة بقيت كنتلاوط وكا كنقول تعدي ولدي طيب ريتيك كيدق البراق، تحرقوا لي البراوات ديالو، تحرقوا لي هذوك الميلف ديالو باش كياخذ الدواء. واليوم راه طج هز راسو باش ما عرفتوش وين زاد، قال لك انا هاد العيشه ما بقيتش غنعيش فيها. واليوم كنطلب من خوتنا المسلمين يشوفوا من هاد الحاله اللي حنا عايشين فيها، وقهرني الكرق وانا خدامه على قد الحال، الراجل مريض، حنا سبعه نفوس، انا اللي كنتغامر معاهم وكنطيحوا نوض عليهم باش نجيب لهم قوت ما ياكلوا وباش كنخلص الكرق، وكيعاونوني خوتي وليداتي. ودابا ملي بقى لي ولدي وليدو هذيك هي الدنيا ما فيها، ما انا هذيك هي الدنيا ما فيها، كل شيء كيتعوض الحمد لله، كل شيء كيتعوض. انا كنطلب من خوتي المسلمين يعاونوني والمحسنين يشوفوا من حالنا، انا كنطلب غير بالراكه فنكون انا وليداتي شي ابري اللي كنسكن فيها انا ولادي. قارني مول الدار كنا بيدق عليا البارحه حنايا مليحين في الزنقه ومول الدار جاي باغي يخرجنا. وهذا الشيء اللي غنقول لك اولادي. انتوما الدار كارين؟ اه كارين اولادي. شحال كتخلصوا فيها؟ 40,000 ريال اولادي كارين، ما عندناش المحل ما غنكذبش عليك. الدار ديال مولاها البارح حنايا مليحين في الزنقه، هو جا قال لك خرجوا لقى المحل شو محلك ولا. حنا فين غنمشيو؟ فين غندي هذوك سبعه نفوس؟ فين غنديهم؟ هاد الدري شتو حالته كي دايره؟ عيني طنجلو وما كاينش اللي داها فيه. دينا محمد الخامس قال يا سيري جيب الراميد، واش خاصهم يعتقوه ولا يشوفوا الراميد؟ عدوا الناس البارح الميريز قداوه وجابوه. عاد جيبي الراميد قالوا عليه ملي كانت العافيه من يلا ملي ديناه شعلنا فيه العافيه قال له واش عندك الراميد باش نديروا لي الدواء؟ جيب لنا الراميد. هي ورا العافيه مقديه والوجه مصلوق والدري كيغوت ظهره كاع ماشي ورجله كاع ماشيه، كيقولوا لها جيب لنا الراميد. خاصهم يعتقوهم عاد يشوفوا الراميد ياكلها. اي ولا ما كاين لا سبيطار لا والو، ما كاينش اللي كيوقف معاك، ما كاين حتى شي حاجه ما كاينه. الله يفرج عليك اولادي، الله يسر لك يا ربي. وانا كنقول سيدنا يشوف من حالنا ويشوف من حال هاد الوليدات ويجمع شملنا، وخا عبري ليك فين نجمع وليداتي. الله يطول عمره والله ينصر فيه سيدنا، والله يعطيه صحيحته ولا يشافيه والله يقعد وسادو. الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصة تبعها عدد كبير من المغاربة، وفي نفس الوقت كاينة شي أمور اللي غريبة، وهنا غنوجه النداء لوزير الصحة. ما هي منهجية الاشتغال في مثل هذه الحالات؟ الدستور تيعطينا حق في التعليم، حق في الصحة، مجموعة من الأمور. الواقعة هنا أنه قضاء وقدر، هذا السيد تصاب بالعافية، حما الإبن ديالو في اللي قدر عليه، الزوجة تلاحت من الدوزيام، جاو لعندك السيد الوزير أنت المسؤول رقم واحد، انت الوزير لهاد المؤسسات ديال التطبيب اللي عندنا في البلاد، وبالاخص هاد المؤسسات اللي هما الاسم ديالهم رنان. الدار البيضاء راه مدينه مليونيه، هاد الناس تيقولوا لهم الراميد هما شعلة فيهم العافيه. حلل وناقش. تنتمناو انه السيد الوزير يشوف هاد الفيديو ويفتح هو بحث دقيق في الموضوع. هادي ام كتقول الواقعه اللي حضرت ليها وشافتها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو النداء لجل المغاربة، تضافر الجهود مع هذه العائلة. كيفاش غادي يعيشوا هاد الناس؟ لا جماعة، لا مستشار، لا الشأن الاجتماعي، الشأن الإنساني. كيفاش هاد الناس
غادي يشوف هاد الظرف. يقول اكثر من ذلك الصعوبه الاخرى في الموضوع انهم هكارين مول الدار، باغي الدار. دابا هاد المره فين غتمشي؟ واش حنا ضد القضاء والقدر؟ حاشا ولله، هذا امتحان في الدنيا، ولكن كيفيه معالجه مثل هذه الواقعه، وهذا هو عمق وجوهر الموضوع باش نوصلوا الرساله لهاد الناس. هاد السيد دابا الله اللي عان به في العافيه اللي بقى كتاكل لي في لحمه، هاجي الام راه كبيره متقدمه شيئا ما في السن، دايره التجاره على قد الحاله، هي مشى لها كل شيء، عنده زوجه وعندها هي في حد ذاتها، هاد الام عندها ابن اخر مريض بدا السكري، هالوضع ما هي منهجية الاشتغال باش نساعدوا هاد الناس في الظرفيه الحاليه؟ العائله دابا الا مشات فينا تمشي؟ مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الهاتف ديال هاد العائله، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. بعض الامور شرح الواضحات من المفتيحات. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.